بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، هيا خان تحييكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. زار رئيس الوزراء محمد شهباز شريف قسطار للقسطالات حجر الأساس القسمين الأول والثاني من الطريق السريع الوطني. وقال رئيس الوزراء بلوشستان: تخلفت عن الركب في رحلة التنمية الوطنية بسبب الأعمال في الماضي، وسنتخذ جميع الخطوات الممكنة للحل المشكلة في نطاق الدستور والقانون. وفي حديثه لوسائل الإعلام في الكويت، قال رئيس الوزراء محمد شهباز شريف أنه سيستكمل مشاريع التنمية في بلوشستان على وجه السرعة وينهي الحرمان الذي تعاني المحافظة. نحن نسعي جاحدين من أجل رفاهية شعب بلوشستان، ولن ندخر بساعة في خدماتها، ولن ندخر في سوف نتنافس مع حكومة الماضي بأداء جيد. ترجل أداء اليمين للرئيس الوزراء البنجاب المنتخب حديثا، وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن تم استلام المرخص المقر رئاسة الوزراء بخصوص أمر محكمة لاهور الأولية الذي ينظر فيها رئيس الجمهورية. وقال مستشار شؤون كشمير قمر زمان كيرا في حديث لوسائل الإعلام في لندن مع زعيم حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية نواز إسحاق دار إنه بلا والبوتو زرداري سيؤدي اليمين كوزيرا للخارجية خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيؤدي تهريب القضايا المتعلقة بالأمن القومي هذه المناسبة. قال السيناتور إسحاق دار إن هناك قضية مرفوعة ضد للعدم إيداع الإقرار الدري. في الحقيقة هي أنني لم أتعب أبدا في تقديم الإقرار الضريبي. إطلاق النار على الإرهابيين عبر الحدود في شمال وزيرستان. ورد الجيش الباكستاني برد كامل وفعال، واستشهد 3 شبان في تبادل إطلاق النار، بينهم خوذار تيمور ونائك شعيب والجندي ثاقب نواس. وبحسب العلاقات العامة بين الخدمات، فقد تفاوض الإرهابيون قصائر فالح في عملية الجيش الباكستاني، وقد دان الباكستان استخدام الإرهابيين للإرادة الأفغانية. وتقول العلاقات العامة بين الخدمات إنه تعامل لا تسمع الحكومة الأفغانية بمثل هذا الانشطة في المستقبل. وأدان رئيس الوزراء شهباز شريف الهجوم الإرهابي العابر الحدود مثمنا التزام القوات الأمنية بالدفاع والسلام والاستقرار على حدود البلاد. تنظم جمو وكشمير المحتلة إضرابا على وساء النطاق اليوم احتجاجنا لزيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندر مودي، احتجاجنا للاحتلال الهندي غير الشرعي للمنطقة. وبحسب خدمة كشمير الإعلامية، دعا مؤتمر جميع الأحزاب الحريات إلى الاضطراب للإرسال رسالة برحة إلى رئيس الوزراء الهندي مفادحا أن لا يوجد تكتيك حيث يمكن أن يخنق روح الاستقلال الكشميريين، وأنهم سيواصلون نضالهم حتى يحصلوا على حقه في تقرير المصير. تم وضع ملصقات في أجزاء مختلفة من الوادي المحتل تحت النار على إضراب الكامل اليوم. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.